السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كما شفتوا غنصاوب معكم صوص كراميل اللي كيصلح لتزيين جميع الحلويات او لي كيك او سينابور روز. نتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخر، وشكرا. ولا كانت هذه اول زياره للقناه، ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا. دوزوا للطريقه والمكونات. بالنسبه للمكونات ديال صوص كراميل هما هادو. بسم الله، عندي هنا كاس عباد السكر سنيده، كاس عباد الحليب، قبيصه الملح، الزبده، معلقه كبيره. غندوزو للطريقه. هنا غناخد واحد المقله اللي ما كتلصقش، غندير عليها السكر. بسم الله، غنخليه تيدوب ولينا لونو ذهبي غامق شويه. ما نخليوش يتحرق لنا باش ما يعطيناش المروره. ممكن تعوضوا في بلاصه الحليب القشده الطريه او الكريمه السائله. انا غبدا نحرك، من بعد غنزيد ليه الحليب والزبده. صافوش، واخا تحجر لكم بحال هكا، دابا يرجع يتطلق مع التحريك والحراره. انا هنا بقيت مستمره في التحريك حتى نحصل على النتيجه اللي بغيت. نتوما الا بغيتو دغيا تسربي مرفقكم اللي تسنى بحال هكا، غادي تاخذوا واحد معلقه صغيره ديال المايزينا، غادي تخلطوها مع الحليب قبل ما تخلوه. هنا كتنقصوا من الحليب واحد معلقه كبيره ولا جوج معالق وتخلطوه مع مايزينا. من بعد ما تضيفوا الحليب كتزيدوا دوك جوج معالق ديال الحليب والنشا، وانتوما كتحكموا ديك الساعه في الختوريه اللي بغيتو. انا هنا ما درتش مايزينا، استغنيت عليها، انا بقيت ما هنا حتى نتحصل على النتيجه اللي بغيت. هانتوما كما شفتوا هو غادي وكيعقد او كيختار. هذا هو القوام اللي بغيت نوصل ليه. انا ما بغيتش نزيد نخليه يختار اكثر او يعقد ليا اكثر، لانه باقي غيبرد وغيجمد. بغيتو يبقى هكا شويه خفيف. انا هنا غنطفي عليه وغادي نزيد قبيصه ديال الملح. هذا الشكل تمام كيما شفتو كي كيجي. هذا هو الشكل النهائي ديال لاصوص ديالنا كراميل بعد ما طابت، كتجي على هذا الشكل. هانتوما الا ما بغيتوهاش تكون عاقده او خطره بزاف، ممكن تزيدوا لها واحد شويه الحليب وترطوها فوق البوطه وتتحركوا فيها حتى تحصلوا على القوام اللي بغيتو. هانتوما كي كتجي
ثقيله. ولا بغيتو تدوزوها ممكن طحنوها حتى في مولينكس او في بالميكسور باش تجي لكم ملسه الا بغيتو. هي هذه انا غنخليها تبرد. نتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم وشكرا. هذا هو القوام اللي تحصلنا، هذا هو صوص كراميل ديالنا من بعد ما طاب حيت فوق البوطه كيجي على هذا الشكل هانتوما كما شفتوا. انتما الا ما بغيتوش يتقال لكم بحال هكا ممكن تزيدوا ليه الحليب وترطوه فوق العافيه وبدا تحركوه حتى يتطلق معكم تحصلوا على القوام اللي بغيتو. وهنا ممكن طحنوه عاوتاني بالميكسور، ممكن ديروا في قريعه وتحتفظوا به في الثلاجه وتزينوا به لي كيك ديالكم لي صابلي اي حاجه. مره اخرى ان شاء الله غنصاوب معكم صوص كراميل اللي ممكن ديروا به الحشوه ديال صابلي او اي حاجه والكنافه او اي حاجه ممكن تعمروا بها. نتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم وشكرا.